ليلة يوم جت الدكتورة، الحين خلص العيد جت الدكتورة مالت العلاج الطبيعي، قالت لي يا فلانة بقوم أعلمك شلون تمشين على الجهاز عشان تروحين، هو جهازهم غير عن هذا اللي في يده فوق، عشان لازم أنا قاعد سيدة حق التنفس. فيودتني عزك كل شيء راح. انزين افتشلت، عيني طاح برا، انه يعني ماكو احد دكتور ريال شيء، عيني طاحت بعين ولدي العود، غير هذا عندي ولد عود. ولا الدكتور يقول له انت امها زين يلا عشان نكتب لها خروج، ما حد كتب له خروج، عشان يقول ولين ابتلشنا، انكسر خاطري يعني حيل، هذا ولدي العود انكسر خاطري حيل حيل، عشان يقول يلا يلا لبسوني السسترات ما قصروا، لبست عبايتي وكنت حالفة اني اطلع من البنج واسير على صحتي اغطي وجهي وما البس اشياء كشخه كلها بعطي حق الناس كلها، لان اللي شفته مو شيء هين كلش مو هين. اما ان اي احد يجيب لي عصير يجيب لي ماء يجيب لي شيء، وهم يقولون لي سسترات درينك درينك، اقول لهم ايه انا قاعد اشرب بعد شو اسوي من بيجيب لي. المهم اي ولدي حطني بالسياره، وانا ما اوديك، قلت لي ما ودني عندك حط لي مكان انا هناك اخاف اروح يطقوني يما. قال لا يما انا ما اقدر احط لك مكان انا بقعد عند ابوي. قلت زين يما حط لي مكان، يوم انا يوم ابو. قال لا ابوي. قلت له زين وداني، قلت له وين بتوديني زين دبر لي مكان. قال لا 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 انت وين بيتك وين ساكنه؟ قلت ساكنه عند اخوك الصغير. قال وين بيتهم؟ قلت له فلان مكان كان يوديني. نزلني فتش الباب اخوه، حتى ما سلم على اخوه العود، فتش الباب كان يقول يلا دشي بهالطريقه يلا دشي بلوه وبتلشنا فيك. اوف بلوه وبتلشنا فيك.